الستات البيوت غالبا بيبحثوا عن حيل ممكن يتبعوها ليوصلوا لنتيجة يكون فيها بيت نظيف بكل زاوية فيه، لكن خلال فصل الشتاء وبسبب البرد ممكن البعض يتكاسل ويغفل عن تنظيف أماكن من البيت، إما بسبب صعوبة هالشي أو يمكن بسبب عدم الإحاطة بالحيل البسيطة يلي ممكن من خلالها نوصل لأفضل النتائج ومن دون ما نضيع كتير من الوقت والجهد. مثلاً استخدام الخل المخفف بالماء يعتبر فعال كتير بإزالة الأوساخ وتلميع الأبواب والنوافذ، وهالشي من خلال خلط كميتين متساويتين من الخل الأبيض والماء بوعاء أو بخاخ ورشه على أسطحة النوافذ أو الأبواب بشكل مباشر وتنشيفه من بعدها بقماشة جافة أو ورقية. أما بالنسبة للأجهزة الإلكترونية مثل التلفزيون أو اللابتوب لازم نكون حذرين أكثر خلال تنظيفها، وهالشي بسبب حساسيته من أي نقطة مي، لهيك بالبداية بنقدر نمسح الغبرة عن الشاشة باستخدام قطعة قماش جافة ويفضل تكون ناعمة، وممكن نستخدم كمية صغيرة من منظف خاص للأجهزة الإلكترونية أو بخاخ الخل والمي اللي حكينا عنه من شوي، لكن أهم شيء يتم تنشيفه بشكل كامل ودقيق. ومنقدر كمان نخلي فرن الغاز يلمع من النظافة وبدون أي مواد كيميائية قاسية، وهالشي من خلال خلط كميات متساوية من البيكنج صودا والخل وتطبيق الخليط على البقع الموجودة على الفرن لأكثر من ساعة وبعدين تنشيفه بليفة أو قماشة.